أكثر عن هذا الموضوع وعن الأسواق الآسيوية والاقتصادات الآسيوية. ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة أكويتي، أهلا بك سيد ديفيد معي في شرق غرب. بداية، هذه التوقعات التشاؤمية بالنسبة للين الياباني، إلى أي مدى فيها نوع من المبالغة، وإلى أي مدى ممكن أن نعزيها إلى الاقتصاد الياباني أو إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة؟ أعتقد أن الاقتصاد الياباني يسجل ارتدادا جيدا، واقتصاد اليابان يعود إلى مساره الطبيعي، لكن من الجدير بالذكر أن الارتداد الاقتصادي الياباني ما زال متأخرا عما نراه في المملكة المتحدة أو أمريكا مثلا، وبالتالي النظرة غير المتفائلة جدا لها علاقة جزئيا بحقيقة أن الاقتصاد الياباني سجل تعافيا غير سريع مقارنة بالاقتصادات الأخرى. وبالنسبة لسؤالك، أعتقد أن الأمر أكثر ارتباطا بالرغبة بالمجازفة في الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم العالمية، وتحديدا البورصة هنا في أمريكا والبورصة في أمريكا الشمالية. أما في لندن فإن فوتسي 100 وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، أي منذ بداية الجائحة، ومؤشر الداكس الألماني هو على بعد 1% أو 2% من أعلى مستوى قياسي سجله في نوفمبر. ورغم أن التداول في وول ستريت سيبدأ بعد ساعتين، نتوقع لمؤشر S&P 500 والداو جونز أن يفتتح عند رقمين قياسيين. إذن ما تسألين عنه مرتبط أكثر بالتفاؤل في أسواق الأسهم والتحول نحو فئات الأصول ذات المخاطر العالية، وهذا هو السبب وراء النظرة غير المتفائلة جدا لمسار الين. إذن يبدو أن هناك ابتعاد عن هذه الملاذات الآمنة فيما نراه في ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام وحتى لأجل عامين، كنا قد نظرنا عليها قبل قليل، هذه وحتى تقلص الفارق بين عوائد القصيرة الأجل، السندات قصيرة الأجل وتلك الطويلة الأجل. يعني من الواضح أن شهية المخاطرة مرتفعة في هذه المرحلة برغم من كل المخاطر المتعلقة بأوميكرون. في هذه الفترة هل برأيك سيكون هناك سايكل، السوبر سايكل الجديدة هذه المرة للأسهم؟ ستستمر البول ماركت على الأسهم هذا النهج الصعودي البول ماركت في هذه المرحلة، ومتى سيكون هناك تصحيح إذن في الأسواق، خصوصا أن التقييمات باتت في أماكن مرتفعة جدا؟ أتفق معك أن التقويمات باتت مرتفعة جدا. وبالنسبة للسؤال المتعلق بالسوبر سايكل أو الدورة الفائقة في الأسهم، هذا الأمر رأيناه في آخر 6 إلى 12 شهرا أو 18 شهرا، والنمو الهائل في مؤشر S&P 500 العام الماضي هو نما بحدود 30%، وهذا النمو مذهل. إذا نحن موجودون ضمن السوبر سايكل أو الدورة الفائقة في أسواق الأسهم. نقطة التحول أو التصحيح، هذا الأمر سيحصل بالحجم الذي يرتبط برفع الفيدرالي للفائدة. كان لدينا رفع مفاجئ للفائدة من بنك إنجلترا في ديسمبر، وهذا الأمر فاجأنا كما قلت قبل قليل. وأيضا كان هناك حديث عن رفع للفائدة 3 مرات في 2022، وثلاث رفعت للفائدة في 2023. وعمليات رفع الفائدة على ما يبدو عندما تحصل، ساعتها سنرى تحولا من بعض الأسهم وانتقالا إلى السندات الحكومية والسندات عموما. فالعوائد ولفترة طويلة كانت قريبة من الصفر، بل وفي المنطقة السالبة حتى، وبالتالي المستثمرون لم يكن لديهم مكان للحصول على العوائد إلا في أسواق الأسهم، وكانوا يحصلون على توزيعات أرباح الأسهم. هذا الأمر جعل البورصة
تصل إلى مستويات وتقييمات مرتفعة. وعندما نبدأ في منتصف هذا العام، عندما نقترب أيضا من نهاية هذا العام على الأغلب، ربما نرى بعض الخروج من البورصة، لأنه بحلول ذلك الوقت ربما نكون أمام رفعين أو ثلاث رفعات الفائدة من الفيدرالي، ناهيك عن احتمالات رفع الفائدة في المملكة المتحدة. ولا أعتقد أن التقدير سترفع الفائدة قريبا. ديفيد، ثلاث نقاط ذكرتها أريد تعليقك عليها مرة جديدة. أنت قلت أنه مع هذا الرفع للفائدة المرتقب سيكون هناك توجه باتجاه السندات الأمريكية، ولكن في ظل مستويات التضخم الحالية أي رفع للعوائد السندات لن يكون كافيا لتحقيق حتى عائد حقيقي صفري في هذه المرحلة. كيف ستكون هذه السندات محطة لجذب المستثمرين من ناحية؟ والتصحيح على S&P، كنا قد ذكرنا أنه S&P خلال عام 2021 لم يستطع كسر حاجز المتحرك لمائتي يوم، وعادة عندما يحصل ذلك تاريخيا العام الذي يتلو يكون عام التصحيح. إلى أي مدى تتفق مع هذه التوقعات؟ أتفق مع هذا الكلام، بمعنى أننا رأينا ارتفاعا مذهلا في مؤشر S&P 500. نحن لم نقترب من المعدل الوصي المتحرك لمائتي يوم، وفي آخر 18 شهرا لم يكن الوضع طبيعيا. طبعا أنت تقولين أن التضخم فوق المستوى الذي نحصل عليه من عائد من السندات الحكومية، لكن برأيي الأسواق وكمكان استثماري هي موجودة في المحافظ بنسب عالية، والعوائد الحقيقية حتى ليست قريبة من الصفر بل هي في المنطقة السالبة. ولكن عندما تبدأ عملية رفع الفائدة بعد 12 شهرا أو 9 أشهر من الآن، وبعد أن يكون الفيدرالي ربما رفع الفائدة 3 مرات، وإذا نظرت إلى مكونات الـ SMM للتصنيع والخدمات، بدأنا نرى علامات مبكرة على تراجع في التضخم. ربما لا يكون التصحيح في التضخم كبيرا، لكن ربما وصلنا إلى وقت سيكون فيه التضخم سيستقر، أو على الأقل سيبدأ بالارتفاع بوتيرة غير عالية. طبعا ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم.